السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم أروى. نتمنى أنكم تكونوا بخير. اليوم غادي نقدم لكم كيفاش تحضروا المسمن، يعني الطريقة الناجحة والصحيحة ديال تحضير المسمن. غادي تشوفوا معايا كيفاش، يعني بطريقة سهلة وبدون يعني مجهود كتير، كيفاش نحصلوا على واحد المسمن هكذا. شوفوا كيفاش كيجي مورق. غادي تشوفوا معايا جميع الاسرار، يعني باش يجيكم المسمن ناجح 100% ان شاء الله. راه الطريقه بسيطه كما قلت لكم، غير تبعوها مزيان. بسم الله. باش نحضروا هذا المسمن غادي نحتاجوا لواحد الكميه، انا درت هنايا 300 غرام ديال الفينو، يعني الدقيق والقمح يعني رقيق بزاف، و 300 غرام ايضا ديال الفورس، الدقيق الفورس، يعني نفس الكميه من الفينو ومن الدقيق الابيض، واحد المعلقه ديال الملحه والماء ديال يعني ديال الروبيني هكذا، يا ما دافي ما والو، وما يكونش عاوتاني بارد بزاف، باش نخلط العجينه. انا درت هنا واحد 320 غرام ديال الماء، يعني المبتدئات الا بغاو يشوفوا تقريبا شحال ديال الماء درت. المهم غادي نجمعوا في العجينه حتى نحصلوا على واحد العجينه كتكون قاصحه شويه، يعني ما تجيش كتلصق، خاصها تكون قاصحه. يعني بشويه بشويه حتى نجمعها مزيان. من بعد غادي ندوزو ندلكوها غير واحد شويه، واحد 5 دقائق هكذا، واحد ولا 8 ديال الدقائق لا اكثر، يعني ما يحتاجش اننا ندلكوها بزاف. غادي تشوفوا علاش من بعد، وما تبقاش تقطعوا في العجينه ملي تدلكوها، يعني بقى تديوها وتجيبوها هكذايا، ما تقطعوش فيها. بعد ما دلكتها واحد شويه يعني ولات بدات كتولي رطبه، ولكن ماشي بزاف. ودابا غادي ندوز نديرها في واحد بلاستيك هكذا ديال الكونجيلاسيون، ولا بلاستيك نقي، ولا نديرها بحالي هكذا، ديروها بحالي هكذا في الماء اليمونتير البلاستيك الغذائي، وغادي نخليها ترتاح واحد الساعتين على الاقل، واحد الساعتين. يعني السر ديال نجاح المسمن هو ان العجينه تكون ارتاحت. من الاحسن اننا نديروها يعني بالليل باش نستعملوها في الصباح، ولا في الصباح هكذا باش نستعملوها في العشيه. اذا بعد ما دازت ساعتين على هاد العجينه، شوفوا كيفاش ولات، يعني ولات رطبه ومرخوفه. وغادي ندلك فيها واحد 3 حتى 5 ديال الدقائق لا اكثر، يعني غير شويه ما كتعذبناش، واخا كاين داك الوقيت هكذا فاش كنتسنى ورا الواحد يدير شغاله يعني ينساها. وغادي نردها عاوتاني هكذايا في ميكا، وغادي نتسنى عليها واحد ساعه، يعني ضروري هاد انكم تسناو على العجينه باش تولي مرقوفه. بعد ما دازت ساعه غادي ناخذ العجينه ديالي، يعني ولات مرقوفه بزاف، صافي غادي نجمعها هكذا. وغادي نبدا ندير كويرات هكذا يا صغار، انا درت 8 ديال الكويرات، يمكن لكم ديروا 10 ولا يعني تصغروهم. كناخذ شويه ديال الزيت كنديرو في سطح العمل ولا في بلاطو، انا كنفضل ندير الكويرات هكذا في البلاطو. وباش ندير دوك الكويرات كندير غير شويه ديال الزيت ليديا، يعني ما كديرش بزاف ملي كندير كويرات هكذا. صافي كندير هكذايا فوق في البلاطو ولا سطح العمل ولا الطبله اللي كاين، وغادي نستمر حتى نكمل العجينه. انا درتهم كبار شويه، الا بغيتو تصغرهم كما قلت لكم ديروا 10 حتى 12 ديال الكويرات. بعد ما كملت هكذايا الكويرات ديالي، يعني درت لهم شويه الزيت هكذا من الفوق،
وغادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي ولا فيلم اليمونتير، وضروري نخليهم يرتاحوا شوية، يعني ما نخدمهمش مباشرة، غادي نخليهم على الأقل واحد نص ساعة، من الأحسن نص ساعة. إذا بعد ما دازت نص ساعة هكذايا على هاد العجينة ديالي على الكويرات، كناخد شوية ديال الزيت وغادي نبدأ نسرح فيهم، وغادي يخصني شوية ديال الزبدة وشوية ديال الفينو ولا ديال السميدة الرقيقة اللي عندكم للتوراق. إذا وانا كندير شوية ديال الزيت هكذا كنسرح في العجينة، شوفوا كيفاش جات يعني ساهلة باش نسرحوها، لأنها ارتاحت ويعني ما كان يعني ما كتجيناش صعيبة هكذا باش نسرحوها. يمكن لينا نجبدوها، شوفوا معايا يعني تجبدوها ما كتقطعش بزاف، حتى الا تقطعت شويه ماشي مشكل، يعني راه على هذا الشكل وانتم ما كتجبدوا فيها. يعني نرققوها قد ما استطعنا باش داك التوراق يعني يجينا خفيف، ما يجيناش غليظ. شوفوا معايا يعني حيد داك البلاطو وانا مازال كنجبد فيها. الى ارتاحت العجينه يعني ما كتلقاوش صعوبه باش ديروا المسمن، وغادي ندير شويه يعني شويه هكذا القليل ديال الزبده، تكون من النوع الجيد من الاحسن، وكندير شويه هكذايا ديال الفينو ولا ديال السميده الرقيقه من الفوق، وصافي غادي نطويها هكذايا على يعني المسمن عادي. النصف الاول كندير شويه ديال الزبده وشويه ديال السميده، غير واحد شويه، وانا كنجبد داك النصف الاخر وكنطويه عاوتاني على يعني باش نحصل هكذا على مستطيل كبير. كندير شويه ديال الزبده وشويه ديال الفينو، يعني هنا ما درتوش معليش، وصافي المسمنه ديالي واجده. غادي نعاود العمليه طياب، يمكن ليا نحضر يعني المسمنات كلهم عاد نبدا نطيب، ولا يعني نبقى حتى نحضر واحد 3 ولا 4، يعني ضروري شويه ديال يرتاح واحد شويه، نحضر 3 ولا 4 ونبدا نطيب اللي بغيتو، لكم الاختيار. صافي كنسرحهم هكذايا، كندير شويه ديال الزبده شويه ديال السميده ما كننساهاش. صافي وكنعطيها الشكل ديال المسمنه، ونستمر يعني حتى نبغي نبدا الطياب. بعد ما ساليت يعني المسمنات التحضير ديال المسمنات غادي ندوز نطيبهم. انا السطح العمل ديالي بعيد شويه على يعني على المقلات، اذا كناخد واحد الطبسيل هكذايا وكنبدا نسرح في المسمنه باش العمليه يعني تجيني سهله، وكنكون سخنت واحد المقله ثقيله ولا المقله ديال البغرير، المهم كتكون سخونه. ومن بعد كنقص شويه العافيه تكون متوسطه، كندير هكذا شويه ديال الزيت، انا كنديرها هكذايا بالشيتا، يمكن لكم ديروها غير بمعلقه، وكنحط يعني المسمنه ديالي هكذا، كنتسنى عليها شويه يعني غير واحد الثواني، كندير شويه ديال الزيت من الفوق، ومن بعد كنقلبوها يعني للجهه الاخرى، ما كنتسناوش بزاف. صافي غادي نتسناو عليها حتى تحمر، وغادي نقلبوها للجهه الاخرى، وحنا غاديين هكذاك يعني نقلبوها جوج ولا ثلاثه ديال المرات حتى تحمر، وصافي غادي نزولوها هكذا من الفوق العافيه. كندوروها هكذايا مره مره باش نتاكدوا ان الطياب ديالها يجينا متساوي.
صافي المسمنه راها طابت. غادي نكون وجدنا واحد توب هكذايا ولا توب نقي ولا الورق النشاف باش غادي نحطوها فيه. صافي كنحطوها هكذايا وكنضربوها شويه هكذا من القنوت للوسط باش داك التوراق يعني يتحل مزيان واخا باقا سخونه يعني ما تحرقوش. وغادي نستمر حتى نكمل يعني الطياب ديال المسمن كامل اللي عندي ونتلاقاو من بعد باش تشوفوا يعني كيفاش كيجي الشكل النهائي. دير شويه ديال الزيت كنحط المسمنه كنتسنى عليها شويه وكنقلبها. ندير شويه ديال الزيت من الفوق صافي. وانا غادي هكذايا حتى تحمر. صافي بعد ما طاب المسمن كيجي هكذايا على هذا الشكل كيجي مقرمش ويعني خفيف التوراق هكذا ديالو باين. غادي نفرق وحده باش تشوفوا. نتمنى ان هذه الوصفه تكون عجبتكم وما تنساوش انكم تشاركوا معايا في القناه وتبارطاجيو يعني الوصفه ديالي مع الاصدقاء والعائله ديالكم وانكم ديروا لايك. خليوا لي تعليق الى عندكم شي سؤال. ما تنساوش انكم ترافقوا بالعسل. بصحتكم وراحتكم والى اللقاء ان شاء الله.